بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضروا كيكة سهلة وبسيطة وتطيب بسرعة والأهم أنها ما فيهاش الفرص غير بزلافة واحدة ديال السميدة. غادي نمروا المقادير. غادي نحتاجوا في هذا الكيك 3 ديال البيضات كبار، واحد الكاس ديال دانون فاني، جوج خمارات وفانيا، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيده، وزلافه ديال السميده رقيقه ديال الحلوه، وكاس ديال الليمون وفانيا. هما حتى الاخير بعد ما طيب الكيك كنكونوا هما طبخناهم واحد شويه بردو، غير نخرجوا الكيك من الفرن ونسقيو بها ديك الكيكه. دابا غادي ندوزوا لطريقه التحضير. انا خديت 3 ديال البيضات وواحد جبانيه كبيره اللي غادي نخلط فيها هذه المقادير. درت فيها شويه ديال الملح وغندير هاد 3 ديال البيضات وغادي نضربهم مزيان. بعد ما تنضرب البيض وتيطلع تيولي على هاد الشكل كنزيد ليه السنيده، هذاك الكاس ديال السنيده والفانيا، وكنعاود نضرب مزيان لان الكيك كل ما ضربناه مزيان كل ما تيجي احسن. غنضربو مزيان، من بعد غادي نضيف الزيت وغنضرب، وعاد غنزيد دانون. من بعد ما نضرب شويه غادي نزيد دانون فاني. من بعد غنزيد هاد دانون فاني ونخلط، نعاود نضرب عاوتاني. من بعد غادي ناخذ غير ضراب عادي يدوي عادي. بالمناسبه هاد الضراب الكهربائي اللي خدمت به راه خديته من واحد الموقع، هاد الضراب خديته من واحد الموقع زوين، لقيته في التخفيض وراه باقي وصدق لي زوين. الى عجبكم راه غادي نحط الرابط ديالو في الوصف، تقدروا تدخلوا الموقع وتشوفوا الى عجبكم تقدروا تاخذوه. غادي نكملوا الكيك ديالنا. غادي نضيف بشويه بشويه ديك السميده وغادي نحرك بهذا الدراب اليدوي. نبقى نحرك هاد المكونات تتندمج، وفي النص وانا تنضيف هاد السميده غادي نزيد دوك جوج خمارات. نغرب لهم واحد شويه لانهم كيكونوا كتكون فيهم هاد الكويرات. ونكمل. صافي غادي نستمر بحال هكا، نبقى نضيف السميده بشويه بشويه وانايا تنخلط هاد المكونات باش تندمج. غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل، اي خل عندك، انا درت هنا الخل الابيض. وغادي نكمل نمزج هاد الخل مع الخليط. الخليط ديال الكيك بعد ما ضربته مزيان غير بالضرب اليدوي خلطته مزيان، تندمجت كل المكونات. جبت واحد المقله، هاد المقله الثقيله اللي كنطيبو فيها المسمن، هاد المتوسطه، دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميده الرقيقه، حتى هي رشيتها كلها بالسميده الرقيقه. وغادي نخوي فيها الخليط، غنهز يدي الفوق وغنخوي فيها هاد الخليط. هي غير السميده، انا ما ضفتش
والو، ما ضفتش الفرص، ما ضفتش ولو ملعقه، ما ضفت والو، غير السميده. ها هي راه تتولي تتقال وتتولي تجي مزيانه. غادي نوريكم الغطيب كيفاش غيكون الشكل ديال هاد الكيكه، راه تجي زوينه وخفيفه وتطيب دغيا. دابا غادي ندخلها للفران. انا ندخلها للفرن الكهربائي على درجه الحراره 250، والطياب راه كل الوحده والفران ديالها، كل سيده والوقت والطريقه اللي كطيب بها الكيك ديالها. انا عندي فرن كهربائي ايتامات، كنطيب على درجه الحراره 250. غادي نخلي الكيكه في الطبقه الوسطانيه، وغادي تطيب من التحت، وغنخليها تتحمر حتى من الفوق. ما غاديش نشعل عليها الفران من الفوق، كنخليها غير العافيه عليها غير من التحت حتى تطيب كلها وتحمر. وباش تشوفوا فين حطيت هاد المقله ديالي، هذه هي الطبقه الاولى الحديده اللي كيكون فيها العافيه، وهذه الطبقه الاولى، هذه ماشي كاين باقي مازال جوجات. هذه اول وحده اللي كنحطوا عليها الحديده، هي اللي كنحط عليها جميع انواع الكيك في الفرن الكهربائي. كيطيب مزيان وكيطيب دغيا وكيتحمر دغيا. انا شعلت الفران واحد شويه، عاد دخلت الكيك، غنتلاقاو ملي غيطيب. بعد ما دخلت الكيك للفرن يطيب، غادي ندوز باش نحضر هذا العصير اللي غادي نسقيها به ملي غادي تخرج. خاصني نطيبو وباش يبرد، ملي تخرج هي سخونه نسقيها به وهو بارد. كاس ديال الليمون اللي غادي ندير، وغندير فانيا. صافي الليمون انا عندي حلو، ما غاديش نضيف السكر، غير فانيا وكاس ديال البرتقال، هذا كاس ديال الليمون. وغادي نحطو على النار غير يتجانس واحد شويه، غير غلا واحد شويه، وغنطفي عليه ونخليه يبرد. اللي عندها الليمون حامض راه ممكن تزيد السكر، اللي عندها البرتقال يعني عصير البرتقال اللي حامض شويه ممكن تضيف مع الفانيا السكر باش يجي حلو. صافي غادي نحطو على النار باش يتجانس، غير يغلى شويه، نطفي عليه نخليه حتى يبرد باش تخرج الكيك سخونه نسقيوها به. وغادي نتلاقاو ملي غادي طيب الكيكه. الكيك ديالي هيا خرجت من الفران، هيا خليتها حمرت. غادي نسقيها بداك الليمون اللي غليته وخليته تبرد، هو دابا بارد والكيك راه سخون. نسقيها كلها بهاد الليمون. بلا ما نثقبها، ما ندير لها حتى شي، غير بحال هكا نبقى نخوي على هاد الليمون في الجناب والوسط كلها. واخا يبان لينا كتير راه غادي تشربو، وغتجي زوينه وبنينه وخفيفه. من بعد تزين راه ممكن تزيني باي حاجه عندك. مثلا انا عندي موجود الكوك غنزين به، الا عندك اللوز ايفيلي ديريه، عندك كاوكاو، شوكولات، اي حاجه بغيتي تزيني بها تزيني بها، راه ماشي مشكل. هذا كيبقى غير على حسب الذوق. صافي وغادي نخلي هاد الليمون يتشرب بين ما بردات، وغادي نحولها في الطبسيل. الكيك ديالي هي هادي، ها هي تجي على هذا الشكل. انا غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل. ها تجي هشيشه، والمذاق ديالها حتى هو تيجي زوين، وما فيهاش الزيت، ما تجيش مزيته. ها هي تجي على هذا الشكل، غير جربوها راها زوينه. وبالاضافه الى انها ما فيهاش الفورس، غير السميده، تجي زوينه هشيشه ولذيذه. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم وشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.